الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نعود لكم بحلقة جديدة من برنامج نساء في الحج. فالحمد لله الذي وهبنا عقلا مفكرا ولسانا ناطقا لنعبر به عما يجول في خواطرنا تجاه فقراتنا في هذا الموسم المبارك. موضوعنا لليوم، قبل الاستعداد والرحيل إلى رحلة العمر، نبدأ بتوعيتكم وتوعية أنفسنا على كل ما يشمله الحج، لنرى المزيد من الموضوعات في حلقتنا ولننقل لكم موجز عناوين هذه الحلقة التي هي نظرة عن قرب لحجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي أنواع الملابس المريحة للحجاج؟ سقيا زمزم بين الماضي والحاضر. أمراض العظام وإجهاد العضلات والأربطة. ما هو دور المرأة في الحج؟ حجرة شريفة يرقد بها سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والتي تقع هذه الحجرة شرق المسجد النبوي الشريف، يزورها جميع المسلمين من أنحاء العالم. نستشعر تلك الروحانية حين نقف بالقرب منها ونستنشق طيب عبيرها من روض الجنة. لنرى المزيد من التفاصيل عنها في هذا التقرير. عرض جناح الرئاسة العامة للحرمين الشريفين خلال مهرجان الجنادرية عددا من الصور الفوتوغرافية للحجرة النبوية الشريفة، ليضع حدا للشائعات التي تخص حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد انتشار صور مكذوبة على الإنترنت وتداولها في عدد من الدول الإسلامية، والتي يدعى أنها قبر الرسول الكريم، وما صاحبها من بيع لمثل هذه الصور بأسعار تصل إلى 30 دولاراً للصورة. وجاءت هذه الخطوة تصحيحاً للمفاهيم المغلوطة عن اعتقاد بعض الزوار من المعتمرين والحجاج أن زيارة الروضة الشريفة تعني زيارة قبره، ونافية في الوقت نفسه وجود أي خادم أو حارس للحجرة الواقعة في المسجد النبوي الشريف. توعية الحج، لابد أن نتطرق سويا عن توعية الحاجات والحاجين عن نوعية الملابس التي يستحب ارتداؤها في الحج. نتابع سويا هذا التقرير. يعد الإحرام أول مناسك الحج، وهو نية أداء الفريضة والتجرد مما كان مباحا له قبلها من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وغيرها لحين انتهاء المناسك المفروضة. ويستحب في استقبال هذه العبادة العظيمة قص الأظافر والاغتسال ثم الوضوء، وبعدها يقوم المحرم بارتداء ملابس الإحرام والتي يجب أن تتوافر فيها عدة شروط. فبالنسبة للمرأة يكون لباس الإحرام بسيطا وساترا وخاليا من الزينة، كما يفضل اللون الأبيض أو الأسود، ويحظر وضع النقاب وارتداء القفازات، كما يحظر ارتداء الأحذية الكاشفة للقدم. أما بالنسبة للحاج المحرم فيتمثل رداء الإحرام في الإزار،
وهو عبارة عن ثوب مصنوع من قماش أبيض يلف حول الخصر. الرداء وهو عبارة عن قطعة قماش بيضاء يثني المحرم أحد طرفيها حول الخصر ويستر بالطرف الآخر كتفه الأيسر مع بقاء الكتف الأيمن مكشوفا. أما بالنسبة للنعل فيكون كاشفا لمنطقة الكعب. كما يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير ملابس الإحرام إذا ما تعرضت للتمزق أو الاتساخ أو الطيب. أحبتي، معنا اليوم ضيفة مميزة بتصاميمها للملابس والتي تخبرنا عن نوعية الملابس للحاجات والحجيج. نرحب بها. أهلا وسهلا أستاذة منى محمد الحداد، مؤسس ومدير قسم التطوير في شركة لومار. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. أستاذة منى، كلنا بيعرف أنه مناخنا حار ورطوبة ولابد من استخدام بعض الخامات المخصصة لهذا الموسم المبارك، فياريت تدينا نبذة عنها. صحيح، هو زي ما تفضلتي أنه الحجلي من 12-13 سنة عدت، هو بيجي في وقت صيف. نعم. جو حار جدا، فنوعية الخامات اللي يفضل استخدامها سواء للسيدات أو الرجال، أكيد للرجال مفروغ منه اللي هو الإحرام الأبيض، اللي هو يعني يفضل أن يكون المكونات نفس الإحرام تكون قطن 100%، وهذا أفضل للجسم المحرم نفسه. وبالنسبة للسيدات، يعني السنة هذه أول مرة إحنا بنعمل لبس خاص للسيدات يروحوا به الحج أو العمرة. برضو عبارة عن إيش؟ هو أنا يعني عشان يعني لازم أن يكون اللبس للسيدات يعني يكون محتشم وما في زينة ومريح وما يصف وما يشف. نعم. فأنا يعني فضلت أن أعمل 4 قطع، يعني هي أول شيء اللباس داخلي والعباية الخارجية بالأبيض واللباس كمان زي البنطلون داخلي وعليه طرحة بيضة. جميل. فهذه 4 قطع يعني سهل انه السيده تلبسها تتحرك بيها. يعني الخامه برضو من القطن، والخامه كمان من القطن 100%، وكمان فيها يعني التاتش كده من الباترن الاسلامي، يعني بس عشان تحس انه هي يعني أيوة. لها علاقه بالتاريخ الاسلام، ويعني ما فيها ورود، ما فيها نقوش، ما لها معنى، لا يعني لازم تعبر عن ان هي يعني تحس تدي للشخص اللي او السيد اللي لابساتها تشعر انه هي طالعه الحج. طيب يعني الألوان، يعني دائما بنشوف اللون الأبيض، ليش اللون الأبيض بالضبط؟ يعني دائما اللون الأبيض هو اللي المرأة، الرجال قلنا إيش لأنهم بيتحركوا تحت الشمس وكذا، طب المرأة؟ أنا أشوف من وجهة نظري يعني الأبيض، يعني السيدات والرجال لما بيوقفوا يعني ما بين يدي الله كلهم طالبين المغفرة وكلهم جايين يعني في اليوم السعيد هذا كأنهم بيبدأوا ولادة جديدة وحياة جديدة، فحلو أن يكون في بينهم تساوي في المظهر العام. جميل. يحس أنه هم ما في بينهم اختلاف، يعني لا في الجنسيات ولا في طريقة وقوفهم يعني في بين أيديهم. طيب التصاميم الجديدة هذه، هل أنتوا حضرتكم اللي بتصمموها أستاذة منى؟ نعم. وبتصنعوها هنا، نقدر نقول made in Saudi Arabia؟ صحيح صحيح. نعم. وكمان عندنا إحنا خياطات سعوديات بينفذوا الأشياء هذه اللي هي إحرام سيدات، طرح، بعض المنتجات اللي هي أساسية. يعني شركة لومار دائما بيقولوا أنها غالية شوية، فهل نقدر نعرف أسعارها؟ هل هي في متناول الجميع بالنسبة لزي الحج؟ ان شاء الله ان شاء الله تكون في متناول الجميع. يعني هو شوفي يعني كل شيء خامته ممتازه وقطن عالي الجوده لازم ما يكون يعني ما حتلاقيه رخيص، يعني زي بيكون مثلا في اماكن رخيصه ولا عاديه. نعم. فكل ما يكون القطن جودته عاليه كل ما يكون يعني سعره يعني برضه يكون ازيد شويه يعني من المتعارف عليه. يعني احنا بنجيب احسن انواع القطن، يعني القطن المصري الخالص اللي هي يعني وبنختبرها ولازم بعد عدة اختبارات إنها ما تتأثر ولا إنها تنكمش ولا إنها يتغير لونها، فبتمر بعدة مراحل قبل ما نبدأ التنفيذ. طيب وهذه موجودة فقط في شركة لومار ولا ممكن عملتوا فيها إغراق للسوق أو وزعتوها للسوق؟ لا هي متوفرة فقط في معرضنا إحنا في لومار. معرضكم. نقدر نعرف الأسعار ولا اللي بيروح يعني هي يعني تتراوح ما بين، يعني إذا نتكلم على يعني موضوع الإحرام الرجالي هذا ليه قصة لوحده. طيب احكي لنا قصة إنه يعني آخر شيء إحنا عملنا أوفر قريب، يعني أنت تعال أدفع اللي تبغاه خذ الإحرام.
حتى لو 1 ريال. جميل جدا. ما سمعنا عنه للأسف. والله إحنا يعني نزلناه في الميديا. بالنسبة للإحرام النسائي هو يتراوح ما بين 800 إلى 1200. الأربع قطع. الأربع القطع. أيوة نعم. طيب وكيف الإقبال؟ كيف وجدت الإقبال؟ والله الحمد لله تمام. الحمد لله في يعني لأنه الموضوع لسه جديد وما أخذ وقت طويل. في الفترة اللي هي في الشهر اللي فات كان في إقبال جيد الحمد لله. كلمة تصميم ومصممات أستاذة منى يعني نقدر نقول أخذت باع كبير يعني وصارت منتشرة، وخاصة أنه الكل صار يقول لك أنا مصمم يعني. نعم هو بعيد عن الحج شوية لكن أتكلم في التخصص. وهي ما بتعرف لا بتصمم ولا بتعرف ترسم باترون ولا شيء، يعني بتجيب خياطين من الخارج وهم اللي فأنا أجد أنكم أنتوا استخدمتوا خياطات سعوديات، هذه بادرة رائعة وجميلة، وأنكم سوق مؤهل بتأهلوا كمان أولاد البلد. تقدر تديني كم عندكم خياطة في شركة لومار؟ تقريبا 30 خياطة. جميل. يعني هم كم يعني نسبة السعودة فيهم؟ جميعهم سعوديات. جميل. الخياطات جميعهم سعوديات. أيوه ما شاء الله تبارك الله. رسالتك من خلال موسم الحج للحجاج وهذا الأيام المباركة، يعني أنا أتمنى أنه الحجاج يكون يعني ما بينهم ألفة وتعاون، وأنه يكون الكل يكون متسامح. أنا حجيت السنة اللي فاتت الحمد لله، فحلو أنه يكون متعاونين متسامحين جايين يعني الهدف واحد، يستحملوا بعض. نعم. ويعني من جد أتمنى من كل قلبي أنه يكون الحج السنة هادئ ومريح، وأنه كل الحجاج يرجعوا مجبورين الخاطر وراضين إن شاء الله. يعني بالنسبة يعني لفترة الحج والحجاج دائما في مننا بيخاف بيقول الله يستر وإن شاء الله يعدي الحج هذا على خير. أنا ماني عارفة ليش الناس بتتخوف، ليش ما نتفائل، ليش ما يعني إنه يكون الله هو اللي معانا في هذه الفترة، وإن الله نكون بمعية الرحمن، وإن شاء الله إنه يكون حج خير علينا وبركة. حضرتك حجيتي السنة اللي فاتت. نعم. رغم إنه إحنا ما سمعنا إنه في كانت حالات وفيات وكذا، يا ريت تكلميني عن تجربة حضرتك كيف كانت؟ والله هيك تجربة الحمد لله، الحمد لله كانت تجربة رائعة، يعني الحمد لله ربنا أكرمنا وما واجهتني يعني أي مشاكل، يعني ما شاء الله كان حج مريح زي ما تفضلتي، ما في أي عقوبات. يمكن سمعنا عن ناس صار لهم حادث يعني بس هو شيء عارض، لكن أتوقع يعني المعظم إنه هو ما واجهته مشاكل يعني. يعني اللي ما يحج لازم يحج، وأنا أشوف أنه تجربة، يعني أقصد أنه فرض أولا وأخيرا هو فرض لازم الكل يؤدي، وأنه لا يتخوف زي ما تفضلتي فعلا، يعني كله يعني ربنا أكيد ما حيسيب عباده. نعم. حيكون معاهم. يعني خلينا نتطرق لتياب لومار. نعم. طيب التياب الرجالية. التياب الرجالية. نعم. أنتم ما اتجهتوا للناحية النسائية اللي تهيألي في الحج ولا ما ولا احنا الآن ولا اتجهتوا للعبايات شيء زي كذا، ولا لحد الآن ما عملتوا خط لاين؟ من حوالي 3 سنوات. نعم. دخلنا في مجال العبايات، لكن في لباس العمرة والحج هذه لأول مرة. نعم. السبب؟ والله ما عجبكم اللي موجود في السوق؟ لا، هي الفكرة موجودة من أكثر من سنة، من سنتين. وأنا بعمل هذا اللباس الحقيقة يعني، لكن إنه يعني ما لقيت الخامة المناسبة وجاء الوقت المناسب. طبعا أكيد أنا ما جيت حجيت يعني تعبت عشان ألاقي الشيء المناسب، بس هو هذا اللي بوصل له. هذا واحدة من الأسباب. فأكيد زي ما يقول الحاجة أم الاختراع. صحيح، الحاجة أم الاختراع، يعني في النهاية لازم تسوي يعني أنا في اللباس الحج للسيدات حطيت أشياء معينة السيدة تحتاجها، يعني مثلا يكون في جيوب، مثلا يكون سهل إنه في مثلا سستة سهل إنه يتلبس، بارد. زي ما قلت لك القطعة، الكم قطعة الداخلية هذه خلاص، إن أنا لابسة كده اللبس كامل ما أحتاج أغير ولا حاجة طول ما أنا محرمة. فهذه يعني كمان المصمم لازم يعرف هو إيش ممكن يضيف للتصميم، بحيث ان الشخص اللي قدامه يلبس يكون مرتاح، يلبي احتياجه. بالضبط. فهذه الاشياء يعني كمان لما انا خطه التجربه حسيت بها اكثر، يعني وقدرت اعرف ايش السيده تحتاج لما هي رايحه الحج. طيب رسالتك الاخيره.
ولا كلامك لا يمل منه. الله يسعدك. رسالتي زي ما قلت إن شاء الله السنة يكون حج مبرور للجميع وربنا يتقبل من الناس كلها. شكرا لك أستاذة منى محمد الحداد. مؤسس شركة لومار. شكرا جزيلا. شكرا لمشاركتك معنا هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين والمشاهدات فاصل قصير فابقوا معنا. سقيا زمزم هي إحدى أوجه الكرم لضيوف الرحمن في موسم الحج وفي جميع مواسم السنة، وكانت قديما هي السقيا واختصوا بها أهل الحجاز. وكانت قديما هي السقة واختصوا بها أهل الحجاز. هناك المزيد من المعلومات والتفاصيل في هذا التقرير لنتابع سويا. السقة، وهو ذلك الرجل الذي يحمل صفيحتين بواسطة عصا يضعها على منكبه ويربط كل واحدة منها في طرف العود. اشتهرت هذه المهنة في مكة المكرمة وخاصة في موسم الحج، حيث كان السقة يخرج كل يوم طائفا يجوب الشوارع حاملا معه أوعية يصب فيها الماء للحجيج والمعتمرين، حيث كان المتعهد الوحيد لجلب الماء. شهدت تلك المهنة تطورا كبيرا مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين، مما دعا القائمين على خدمة الحرمين لإقامة مشروع الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم، والذي تم تنفيذه في العام 1431 للهجرة. يحصل المصنع على الماء من البئر مباشرة، ثم ينقل بعد المعالجة إلى الحرم المكي عبر أنابيب، وإلى الحرم المدني الشريف عن طريق العربات الناقلة، وجزء ثالث تتم تعبئته في عبوات بلاستيكية شفافة وتغليفه وتخزينه تحت درجات حرارة مناسبة ومن ثم توزيعه. يحتوي المصنع على 4 خطوط تنتج 200,000 عبوة يوميا، وتماشيا مع توصيات لجنة الحج المركزية خصصت للحجاج والمعتمرين والزوار المغادرين عبر المطارات سعة 5 لترات، بالإضافة إلى عبوة 10 لترات والمخصصة لحجاج البحر. اقتداء بسنة نبينا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وقوله في حديثه الشريف: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. فكان مشروع سقيا زمزم من أكثر المشاريع التي اهتمت بها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن. ننتقل سويا أحبتي إلى فقرتنا الطبية لليوم، وسنقوم بالتركيز على إحدى أمراض العظام والإجهاد العضلي بالنسبة للحاج ولغير الحاج. نلقي نظرة سريعة على هذه الأمراض ونعود لكم. يعد ضعف اللياقة البدنية والإرهاق الزائد والحركة المتواصلة أحد أهم أسباب إجهاد الأربطة والمفاصل، ولا سيما في موسم الحج، حيث يبذل الحجاج نشاطاً بدنياً كبيراً أثناء قيامهم بالتنقلات والتحركات الكثيرة. ففي حالة إجهاد الأربطة تتراوح الأعراض ما بين آلام وتورم إلى تمزق كامل في الرباط. أما في حالة إجهاد العضلات تتراوح الأعراض بين آلام وتصلب في العضلة إلى تمزق شديد فيها. لذلك ينصح بالتوقف عن الحركة عند الإحساس بالألم والضغط على المنطقة المصابة منعاً لتجمع الدم، كما يفضل كذلك استخدام الأربطة الضاغطة.
نرحب معنا اليوم في الاستوديو بالدكتور عبد الله محمد باجري، استشاري عظام جراحة العظام في مستشفى الدكتورة هالة بن لادن. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الله. الله يحييك إن شاء الله. دائما ما بنسمع عن أمراض العظام، وما أدراك ما أمراض العظام. فإيش أغلب أو أشهر آلام وأمراض العظام التي يعاني منها الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العظام هي عبارة عن الجهاز الحركي، نعم، الذي يستطيع الإنسان أن يقوم بواجبه ويتحرك به، نعم. فإذا تعطل الجهاز الحركي معنى هذا أن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك إلى مكان آخر. فبصفة عامة الأمراض هي عبارة إما أن يكون مرض من داخل العظم نفسه وما حوله اللي هي الغشاء المبطن له، إما أن تكون التهاب، وأما أن يكون الله لا يقدر كسر أو يكون شرخ في نفس العظم. العظم هذا محاط بعضلات، العضلات هذه حول العظم، إذا تمزقت العضلات أو أصيبت بضربة أو التهبت أو تشنجت فبالتالي بيحس بالألم وبالتالي يتعطل. هذا بصفة مبدئية. فيما بعد حنروح للمفاصل. المفاصل هي عملية وصل ما بين العظم. المفاصل هذه إذا بذل الإنسان جهد كبير ربما أن تتورم، وإذا تورمت يحصل ألم شديد وتضغط على المفاصل، وبالتالي لا يستطيع أن يكمل المشوار الذي يريد أن يمشي فيه. ثم فيما بعد في أمراض عامة، إما أن تكون مباشرة من نفس العظم، وإما أن تكون نتيجة لأمراض أخرى ويأتي تأثيرها على العظم نفسه. من ضمن الأمراض الشائعة وكل العالم تعرف هذه السكر. إذا أصيب إنسان بمرض السكر لابد أن يحرص قدر المستطاع أن يمشي أو يحلل السكر، ويعني يعتمد على أنه دائما يكون ثابت، لأن السكر بيأثر على الأطراف، نعم. من ناحية الدم سوف يقل، ثانيا يؤثر على الأعصاب الطرفية، وبالتالي المريض لا يحس. لا سمح الله لو حصل انفكشن أو حصل التهاب في الأطراف سوف يستمر الالتهاب وقد نعم. يؤدي إلى خراريج وهو لا يحس، لأنه هو السكر هذا بيقلل الإحساس في الأطراف، نعم، وبالتالي يوصل إلى مرحلة هو في غنى عنها، قد تصل إلى البتر، الله لا يقدر. فإذا ازدادت الـ 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 الالتهاب أو التهاب القيحي في الأطراف قد يتجمع بكمية كبيرة وهو لا يحس، وبالتالي قد يؤثر على الجسم من جميع النواحي. يعني عليه دائما أنه يواظب، فيجب على يكشف دائما المريض عن السكر، أن يعتني اعتناء تام بالأمور من مبدأها، حتى إذا زادت نسبة معينة يحاول أن يخليها إلى النسبة الثابتة. طيب دكتور عبد الله، مرض العصر الآن طبعا السكر وأيضا هشاشة العظام، نعم. الحاج لما يأتي إلينا وهو يعاني من هشاشة العظام، طيب، نعم. وكيف يقدر أنه يعني يأخذ وقاية أو نقدر، نعم، كيش ننصحه، أو ما هي، نعم، الأدوية للمفروض أنه هو يستخدمها؟ الأول هشاشة العظام عبارة عن قلة كثافة العظام، نعم. فقلة كثافة العظام دائما لما تقول قلة يعني قليل، يعني معناته تحترس. فعندما تكون كثافة العظام قليلة معرضة إلى أن أي إصابة فيها تؤدي إلى الكسر، نعم. فسهولة الكسر، فإذا لا سمح الله ضرب ضربة خفيفة أو ضربة قوية فإنه سوف يتأثر تأثر كبير وتعيقه من السير أو الاستمرار فيما هو فيه، نعم. فلذلك ننصح الناس اللي عندهم هشاشة عظام، وهذا دائما يكون في كبار السن، نعم. كبار السن دائما يكون عندهم نقص من الكالسيوم أو بطريقة غير مباشرة، إحنا كأطباء نترجمها غير الناس العاديين، نقص فيتامين دي. هو فيتامين دي ليس هو المؤثر الأساسي، بينما الفيتامين دي هذا هو الذي بيساعد المعدة أو الجهاز الهضمي لامتصاص الكالسيوم، نعم. وإحنا بنقول للمرضى أنه عندك نقص فيتامين دال، لكن ليس دائما سببها في العظم، قد يكون عنده لا سمح الله شيء في الكلى،
لأن الفيتامين د في الكلى بيتحول من يعني غير عملي إلى عملي. نعم. وإذا تحول الفيتامين د إلى عملي وتأكل الأكل به كالسيوم يساعد على امتصاص الكالسيوم وبالتالي ينشط العظام. طيب دكتور يعني ما هي نصيحتك لمريض للحاج اللي عنده هشاشة عظام؟ أيوة. احنا نقول للحاج وبدأت عنده آلام. أيوة. أولا إذا هو عارف إن هو عنده شيء من الكلام هذا. نعم. يجب أن يحترس احتراس أن يحاول عدم المزاحمة بقدر المستطاع. جميل. عدم الأماكن الغير مستقرة إنه لا يمشي فيها بكثرة، يحاول قدر المستطاع يحترس من كل تحركاته لأنه أي إصابة تصيبه قد يتأثر بها بشدة. طيب ما في مثلا أدوية ممكن إنه تخفف الألم؟ إن كان هو يأخذ شيء من الأدوية فيما في سبق. نعم. هو يستمر على ما هي عليه. نعم. أما أدوية حديثة أو أدوية. نعم. جديدة بأثناء ما هو يتألم لا ما في شيء من الكلام ده. ما في شيء. طيب إلا المسكنات الخفيفة. طيب الحاج المريض بالروماتيزم ما هي نصيحتك له أيضا؟ أولا نقول عن الروماتيزم، ما هو الروماتيزم؟ الروماتيزم هذا الآن عبارة عن مجموعة من الالتهابات المفصلية وأصبح الآن في نوع من التخصص فيها روماتيزم. فهذا إيش معنى روماتيزم؟ التهاب في المفاصل، وبالتالي الغشاء المبطن للمفاصل يلتهب ويفرز كمية من الإفرازات فيتضخم، وعندما يزيد السيولة في المفصل فبيضغط على المفصل فلا يستطيع أن يمشي، فبالتالي تصبح نوع وكأنها بطريقة غير مباشرة مؤقتا كإعاقة من نوع للمشي. في نفس الوقت يتأثر على تركيب المفصل الخارجي، المفصل الداخلي متورم فبيضغط على الجزء الخارجي، وبالتالي قد يكون يعني نوع من التشوه لعدم قدرة الاستمرارية في اللي هي زي الروماتويد والتقصد الروماتويد جزء من جزء من أنواع الروماتيزم. أيوه. هو الروماتويد يعتبر جزء من أنواع الروماتيزم. نعم. بس أساسا بيعمل إفرازات بكمية كبيرة من الغشاء المبطن لل إيش اسمه للمفاصل، فإزدادت المفاصل إفرازات أصبح ضخمة ضخمة بتضغط على ما حولها، وحولها إحنا محتاجين إلى التحرك بصفة سليمة، فبالتالي مضطر أنه ينتظر ويضر حتى يخف الألم. نعم. بالنسبة للإجهاد العضلي في الطواف، في العمرة، في مزدلفة، في يوم عرفة، كيف بيكون نقدر كيف نخفف الألم؟ في يعني من هو يعلم ماذا لديه يختلف عما إنسان مجرد فجأة. طبعا عندما يبذل جهد الإنسان العضلات تتشنج وتتقلص ويفتقد كمية كبيرة من الطاقة، وبالتالي كلما بذل جهد كثير بيحصل نوع من الإجهاد. لا. وبالذات في الشخص اللي هو ليس يعني دائما كثير النشاط أو كثير الحيوية، لأنه في ناس فرضا بأنها غير متعودة على أنها تبذل جهد كثير، وبيروح الحج فبيبذل جهد أكثر من طاقته غير متعود عليه، وبالتالي بيحصل نوع من التشنج أو الأحرام اللغة حقنا يسمونه فتيك، فيصير نوع من التورم في العضلات وتشنج في العضلات ويحس بألام شديدة غير قادر أن يكمل العمرة أو الحج. طيب الراحة قدر المستطاع يقدر يعني ينظم مسكنات عملية. المسكنات ممكن يأخذها. نعم. المسكنات إذا أخذها فيجب أن يأخذها بعد الأكل. نعم. حتى لا تؤثر على المعدة. وفي المراهم ممكن يأخذ المراهم ما منها أي ضرر ولا ضرار، والأفضل من ذا وذاك هو أنه يحاول ينظم عملية ماذا يريد أن يعمل. إن عمل اليوم شيء في الصباح، إن هو ملزم بعمل آخر يعمل، ما لم للمرة الثانية يعني. نعم. يوزع الأوقات المناسبة لما هو مطلوب منه. دكتور عبد الله، دائما أمراض العظام أو الإجهاد العضلي يعني نقدر نقول الآلام زائد فولترين، دائما الفولترين. نعم. ها هو الحل اللي بتستخدمه أغلب يتهيألي البيوت. نعم. يعني أنا ما بقول اسم الدواء على أساس إني بروج عنه، لكن أنا بقول لك الفولترين واللصقة، في اللصقات. نعم. هذه اللي بتنحط الفيكس مش عارف الأشياء هذه كلها. نعم. هي المصاحبة لتخفيف الألم. ما رأيك في هذا المفهوم السائد؟ والله شوفي، إذا كان الإنسان يعلم علم تام إنه لا يوجد في معدته أي شيء. نعم. لأن كل هم بيقولون في عند علمنا أن أنتي روماتيك أنالجيزيك، يعني كلها تطلع في فصيلة واحدة. نعم. مسكنات للألام.
فهذه مسكنات الآلام يعني لا يمنع أن يأخذ الإنسان، لكن يتأكد أولا لا يأخذها على بطن فاضية، يجب أن يأكل. حتى المرهم؟ حتى المرهم؟ لا المرهم لا. أيوه. المرهم طبيعي، نحن نقول المسكنات اللي هي يأخذها عن طريق الفم. المعدة. أولا يجب أن لا يأخذ أي مسكنات إلا بعد الأكل. نعم. ثانيا يجب أن يكون له علم إن كان لديه شيء في المعدة أو لم يكن، لأنه ممنوع منع بات استخدام المسكنات اللي من النوع ذا على من هو لديه ألم في المعدة أو أي إصابة في المعدة، لأنه يزيد الحموضة، والحموضة إذا زادت تتحول إلى قرحة. من خبرة حضرتك يعني إيش أغلب الأمراض اللي بتصاب بها الجهاز العظمي في فترة الحج غير الأشياء اللي إحنا ذكرناها؟ يعني إن كان مصاب من السابق فهذا موضوع ثاني، أما أثناء الغالبية العظمى هو مجرد إنه الله لا يقدر لو طاح قد ينكسر الله لا يقدر. نعم. أو يكون في نوع من الشرخ، أو إذا بذل جهد كبير ممكن المفاصل. لأن كل المفاصل حولها مجموعة من الأربطة. نعم. الأربطة إذا هنا فرضنا نأخذ كمثال الركبة، وهي أهم حاجة في طريقة المشي. الركبة هي عبارة عن إيش؟ أولا الجزء التحتاني والجزء الفوقاني عبارة عن كارتليج أو بالأحرى اللي هي غضروف ناعم وفيه مادة لزجة وسهلة، فهو لما يمشي المادة اللزجة السهلة وتجعل النعومة يمشي بطبيعي، أبذل جهد كثير قد يحصل نوع من التورم، وإذا زار التورم أو تحرك حركة غير مفيدة في رباط من اليمين وفي رباط من اليسار قد يتأثر وبالتالي يغيقه. وفي نفس الوقت في الأربطة الصليبية المتعارف كل الناس يعرفوها. نعم. الرباط الصليبي الأمامي والرباط الصليبي الخلفي، هذه الله لا يقدر لو حصل شيء قد تؤدي إلى نزيف، والنزيفة بالتالي فبيتعب تعب شديد. وفي نفس الوقت سبحان الله خلقة ربك أن هذه الركبة من اليمين ومن يعني في الجهة الخارجية والجهة الداخلية في اللي هي يسمونها الغضروف، الغضروف ده عبارة عن زي المخدة سبحان إذا الله. راح فوق الإنسان أو انضمر فهي بتعمل يعني بتقلل مدى الدفع القوي أن لا يصاب لا الجزء التحتاني ولا الجزء الفوقاني. أخيرا دكتور عبد الله نصيحتك تفضلي للحاج. والله الحج حقيقة الدولة ما تقصر ووفرت كل ما هو يحتاجه الحاج، ولكن الحاج لابد أن يوفر لنفسه الحاجة اللي لا يتسبب له ضرر. أولا محاولة أن لا يتزاحم على المرضى. نعم. مع الحجاج هذه أهم نقطة. أيوة لا يتزاحم مع حاجة، عندما يرى مكان فيه نوع من الزحام يتريض وعلى مهله. نعم. ويترك الناس واحد اثنين ثلاثة لا يتسابق الآخرين كمان ولا يتدافع. أيوة. مع الآخرين لا يتدافع مع الآخرين. نعم. ويحاول بقدر المستطاع، طبعا الرسول عليه السلام يقول لا تغضب لا تغضب، ما فيش داعي للغضب، الروية في كل أمور الإنسان شيء جيد، وإن شاء الله نتمنى لهم حج مبروك. اللهم شكرا لك دكتور عبد الله باجري استشاري أمراض العظام في مستشفى هالة بن لادن، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا هذه الحلقة. إن شاء الله وساعة مباركة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين والمشاهدات فاصل قصير فابقوا معنا. لا تخلو حلقات برنامجنا النساء في الحج عن الطابع النسائي وكل ما يهم المرأة المسلمة. ننقل لكم مشاهدينا هذا التقرير الذي يحدثنا عن دور المرأة في الحج، فابقوا معنا. تعددت الأدوار التي شاركت بها المرأة السعودية في ميادين العمل وخاصة في موسم الحج، فمنها ما كان من المهن المتداولة خلال عدة أزمنة وتطور عبر مراحل مختلفة كالطوافة مثلا، والتي تجلت أهميتها في عدة جوانب كالجانب السياحي التعريفي، وذلك من خلال القيام بالعديد من الجولات للمواقع الدينية الأثرية والمتواجدة بالأماكن المقدسة، بجانب الدور الأساسي في إرشاد السيدات في المشاعر المقدسة. تنوعت الأدوار لتشمل مراكز التفتيش، وهي عبارة عن طاقم نسائي مدرب في المراكز المؤدية للمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، كما تشارك فرق نسائية مدربة بشكل مكثف داخل المشاعر خلال موسم الحج
خاصة في المواقع التي يصعب على الرجال الدخول إليها، بالإضافة للجانب الخدمي والصحي من الكوادر النسائية من ممرضات وطبيبات. كما لجأت معظم المؤسسات إلى الاستعانة بداعية للحج ترافق النساء أثناء الحملات لتقديم الدروس وقراءة الكتب النافعة، بجانب إقامة المسابقات الثقافية والبرامج المختلفة. نرحب بكم مجدداً أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ونذكركم بسؤالنا للسوشيال ميديا، وهو: ماذا تعرف عن فضل التكبير والتلبية بأيام عشر ذي الحجة؟ لدينا الحقيقة العديد من المشاركات، منها الأخت جيهان حرم مراد الخويني، تقول: من الأدعية النبوية الصحيحة المأثورة: اللهم أني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخذولا فاضحا. آمين. آمين يا رب. وأيضا اسم الحقيقة ماني قادرة، يعني هذا باللغة التركية، بيسأل: في أي قناة من فضلكم وأي وقت؟ وأود متابعتكم بشغف، جزاكم الله خير. شكرا لكم. أيضا معانا الأخ أحمد حسن، بيقول: هو تعظيم شعائر الله. أيضا معانا الأخت هبة أشرف، نتمنى أنه في هذه الأيام الفضيلة أن يستجاب الدعاء يا رب. أيضا نقدر نقول المشاركة الأخيرة من أبو العز كف الغزال، يقول: من حج سابقا فليترك المجال لغيره، وإن كان لديه فضل مال فلينفقه على الفقراء والمساكين والمحتاجين، وخاصة من أهله وأقربائه، وله بذلك الأجر والثواب بإذن الله تعالى. ربنا فرض الحج في العمر مرة واحدة، لكن إغاثة الملهوف ودفع الصدقات وأعمال الخير بكل أنواعها ليس لها وقت محدد، وذلك من فضل الله وكرمه. ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وسنة التي بعده، رواه مسلم. شكرا للأخوان مع الذين شاركونا في السوشيال ميديا. ونرحب أعزائي معنا بالاستوديو بضيفنا المميز الدكتور يحيى محبوب، عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا. أهلا وسهلا بك دكتور يحيى. أهلا بك، وحييك وحيي قناة تقرأ وجميع المشاهدين للقناة. دكتور يحيى، حدثنا عن دور اللجنة النسائية التطوعية بمؤسسة جنوب آسيا. والله دورها يعني لو بدي أحدث ما حتكفي يمكن الحلقة، لكن خليني أختصر بشكل مقتطب. اللجنة النسائية في الحقيقة ويدعمها مجلس الإدارة بالمؤسسة برئاسة سعادة الدكتور رأفت بدر، وأنا المشرف على اللجنة إشراف مباشر للجنة. اللجنة بتقوم بأدوار، طبعا دور المطوفة تطور، يعني عندنا المطوفة أساسا كان في مطوفات، يعني بديته كان أساسا لا، هو مو في عندنا عهدين، عهد أفراد وعهد مؤسسات. جميل. أوكي، في عهد الأفراد كان هناك مطوفات، وكانت زوجات المطوف زوجة المطوف تخدم الحجاج، خاصة الحاجيات، لأنه تعرف المرأة مع المرأة غير لما يكون رجل. أوكي، صحيح. تخدم السيدات أخوات المطوف، مرأة المطوف، أم المطوف، بنت المطوف، جميعا على كلهم بيتجندوا لخدمة لخدمة الحاجيات بالذات والحجاج بصورة عامة. بيقدموا وجبات للحاجيات بيوم عرفة، أيضا يشاركوهن الدعاء ويعلموهم المناسك. حاليا طبعا تطور أداء المهنة نفسها، مهنة الطوافة، وبالتالي أصبحت هناك مؤسسات وهناك لجان تحت المؤسسات.
إحدى اللجان هذه هي اللجنة النسائية. أوكي؟ تقوم بالعديد من الأعمال اللجنة النسائية في الحقيقة، منها زيارة المريضات في المستشفيات، منها أيضا تقديم هدايا لهن سواء في مكة أو في ميناء يوم العيد. جميل. تقديم أيضا هدايا في يوم عرفة زي البخاخات السنة مثلا، جبنا بخاخات للحجيات بحيث أنه عشان ترطيب الحرارة وما يمشي يروح ويجوا، أو الخيام غير المكيفة شمسيات تتلبس على الرأس أيضا. كمان بس يلبوا لهم مثلا أي احتياجات أي احتياجات. نعم، أي احتياجات تعرف للمرأة خصوصيتها، فبالتالي لما المرأة تتعامل مع مرأة يكون الخدمة أفضل وأقوى وذات نفع. وأيضا في ميناء يوم العيد نقدم لهم هدايا. احنا بنشوف الآن الصور قبل شوية على بنشوفها كيف مدى يعني الرابطة اللي ما بين المتطوعات ومع الحاجيات. نعم. ففي علاقة ما شاء الله رائعة بينهم وبين بعض. نعم. يعني أبا أعرف إيش آلية العمل، يعني غير إنه هم واقفين معاهم وبيلبوا لهم، يعني كم ساعة بتشتغل السيدة عندكم في اليوم؟ أنا أقول لك عندنا برنامج يومي نحن. نعم. في برنامج يغطي هذه هنا، معليش اسمحي لي. أيوة. في اللقطة تفضل. هذه الآن يا ريت ترجع لها هذا الشعار مؤسستكم. أيوة هذه اللقطة. نعم. إذا سمحت خلي لي هي لحظة. في الحقيقة جاتني فكرة السنة لأشبال المطوفين. نعم. هؤلاء أبناء مطوفين ومطوفات وأحفاد مطوفين ومطوفات. جميل. عملنا لهم رحلة في الحقيقة السنة اللي ربنا فتح علينا بهذه الفكرة للمشاعر، للوقوف على مدى الجهود التي تقدمها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده من أجل راحة الحجيج وتقديم خدمات للحجيج. الصورة اللي كانت قبل شوية كنا أخذنا الأطفال لميناء القطار. نعم. في ميناء شوفي الأطفال مهتمين قديش، وبيسألوا الأخ عبد العزيز اللي كان بيشرح لهم كيفية القطار وكيف يروح القطار وإيش يجي. كانت في الحقيقة تنبع من الأطفال دول أشبال المطوفين أسئلة لا تخطر على بالي أنا. ما شاء الله. فنحن يعني الفكرة إننا نحن نربي ونغرز فيهم خدمة الحاج، حب خدمة الحاج من الصغر. ونحن شعارنا دائما وأبدا اللي هو شعار وزارة الحج، خدمة الحاج شرف لنا. نعم. فنبغى نربي فيهم هذا. هذا كان دأب جيلنا، جيل الماضي الحقيقة، وأعتقد الجيل الحالي، يعني أنه أهل مكة خاصة أنه هم خدام. نعم. حجاج بيت. نعم. الله الحرام. وشيء يشرفنا وشيء. نعم. نبتغي قبل كل شيء بأمر الله تعالى الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فجات فكرة إشبال المطوفين هذه، وحسب ما أعلم أول مؤسسة تطبقها عشان نربي فيهم ونغرس فيهم حب المهنة. جميل. وحب خدمة الحاج. أجمل شيء هي خدمة الحاج وهذول الضيوف بيت الله الحرام. هعود. نعم. لك بعد هذا عندنا استطلاع رأي. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، لدينا استطلاع رأي قصير قام به فريق إعداد برنامجنا لدور المرأة في الحج. نشاهد معنا هذا التقرير ونعود لكم. ولازم يسمع كلام العساكر، لأنه صار لي موقف كنت حاموت بسبب التزاحم في الإسكليتر. كان العساكر بيوجهونا كيف نمشي زي الناس، وفي ناس ما هي متعلم يعني ما تعرف إنه هذا طلوع أو هذا نزول. فاللي حصل الناس بتدف بعض في الإسكليتر، وصارت الناس طاحت على آخر الدرج، واللي يطيح فوق وفوق وفوق، وحتى في صار وفيات في الحركة دي. فالتزاحم أهم حاجة، بالذات إنه في ناس ما هي متعلمة، فإحنا لازم نوعيهم شوية. الالتزام بالتصاريح، ما في التدافع، عدم رمي المهملات، يعني اهتمام انه رمي. اكيد الدوله ما شاء الله والحكومه موجهه كل شيء، المهملات لها اماكنها مخصصه، نحطها في اماكن افضل من انه ناذي غيرنا بامراض او شيء ثاني. كثره العباده والالتزام بالقوانين، يحاولوا عدم التدافع،
وكمان أهم شيء يتقيدوا بالشروط اللي لازم يتقيدوا فيها. أنصح الحجيج لهذا العام بعدم التزاحم، أيضا بالتعاون، المحافظة على نظافة المكان والتعاون أكثر شيء. التركيز في أداء الفريضة وعدم التدافع. أنصح الحجاج بأنهم أول حاجة يمشوا من غير زحام، كل واحد يمشي في الطريقة القويمة الصحيح. أنصحهم إنهم يكثروا من قراءة القرآن والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عشان يستفيد من السفر إلى الحج، بأنه يكون استفاد من وقته واستثمره في الحاجة الصحيحة. لأنه في ناس بيجوا الحج تجارة بيجوا كده، لكن لا، المفروض الواحد يجي إلى الله سبحانه وتعالى يحج البيت على أكمل وجه، يعمل كل المناسك زي ما أمر الله سبحانه وتعالى. أول حاجة عدم الافتراش في الشوارع، يا ريت النظافة. ثاني حاجة يكونوا برضو أخذين وقاية، يعني دائما يكونوا يمسحوا بالمطهرات وكده، يمسحوا مكان ما جلسوا أساس يمنعوا قدر الامكان من انتقال الأمراض. يعني أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نعود معكم ومع ضيفنا الدكتور يحيى محبوب. دكتور يحيى، شفت حضرتك التقرير وقد إيش المشاكل اللي بتواجه الحجاج، وأحيانا بتكون النتائج وخيمة لدرجة إنهم بيفقدوا فيها أرواحهم. من خلال خبرتك حضرتك، يعني ما هي النصائح وتعليقك أيضا على ما شاهدته معنا؟ من الأدوار التي تؤديها اللجنة النسائية نعقد الدورات في مقر الحجاج، نعم، في سكنهم للحاجيات لتوعيتهم. تقريبا انتم بتستوعبوا قد ايش في السنه دكتور؟ عدد حجاجنا؟ نعم، عدد حجاج مؤسسه مطوفي حجاج جنوب اسيا حوالي 450 الف حاج. تبارك الرحمن. أيوة. بإمكانكم. عندنا تقريبا ثلث الحج عندنا تقريبا. تبارك الرحمن. وبالنسبة للنساء إيش بتسوي؟ يعني تقريبا أعدادهم منتصف، نقدر نقول تقريبا ولا يعني أقل؟ أقل من المنتصف بشوية. أيوة. بشوية. بس من أهم الأدوار اللي بتأديها اللجنة هي أن إحنا بناخذ السيدات، طبعا مجموعات اللي حسب ما يتوفر، ونوديهم منى ونوديهم عرفة، ناخذهم في زيارات لمنى والعارفه والمزدلفه ونوعيهم. ذكرني كم عدد المتطوعات عندكم؟ حوالي 30 متطوع. أيه. الان نعم، عندما تعينت عضو مجلس اداره كان عندنا حوالي 2-3 الان 30 الحمد لله. والشيء المفرح الان انه في بنات صغار، يعني في ثانويه وفي جامعه، وهذا بداوا يشتركوا في 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 اللجنه، وهي لجنة تطوعية النساء، يعني قمنا بها بدون أي مردود مادي لله. سبحان الله ما شاء الله. يقوموا بزيارات في الصباح للمستشفيات وفي المساء. نعم. وأيضا توعية دينية وتوعية إرشادية لكيفية التعامل في الحج. نعم. والالتزام بالتعليمات وأنظمة التفويج في الجمرات. جميل. وأيضا الاحتفال بالحاجيات، الاحتفال بالحاجية التي تلي. أشكرك جدا دكتور يحيى، وقت داهمنا للأسف وانتهت دقائق الحلقة. شكرا جزيلا. وأنا جاي من مكة وراجع مكة. الله يديك العافية. شكرا لك دكتور يحيى. عفواً. محبوب، رئيس اللجنة النسائية التطوعية بمؤسسة جنوب آسيا، شكرا جزيلا. أعزائي، نتمنى أن تكون حلقتنا نالت إعجابكم، ونشكر لكم حسن المتابعة، لكم منا أجمل تقدير واحترام. نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. دمتم في رعاية الله وحفظه.